سأبتم أوقاتا أينما كنتم. هذه ساعة جديدة نسلط خلالها الضوء على جديد وآخر التطورات. سنبدأها وكالمعتاد بتطورات وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإرهاصات الاجتياح الذي تعهد به بنيامين نتنياهو لرفح جنوبي قطاع غزة. فما بين جبهة جنوبية وأخرى شمالية لا تزال إسرائيل تتأرجح عسكريا وسياسيا كما يقول الكثيرون، لكن الأنظار لا تزال مصحوبة الآن على مدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة. تصريحات تترى من كبار القادة السياسيين والعسكريين في تل أبيب تشير إلى اتجاه شن عملية عسكرية موسعة في المدينة التي تعاني اكتظاظا بما يزيد على 1,300,000 فلسطيني من السكان والذين اضطروا إلى النزوح إليها. المسؤولون في إسرائيل لا يكترثون حتى هذه اللحظة بتحذيرات إقليمية ودولية، قيل من بين ما قيل إن الولايات المتحدة كانت من بين مطلقي هذه التحذيرات. أحدثها خرج من القاهرة بإعلان رفض قاطع لتصريحات مسؤولي حكومة إسرائيل وبالإشارة إلى العواقب الوخيمة والأضرار التي ستطال مصالح الجميع دون استثناء من وراء ذلك الهجوم، مع تذكير مصر بما تكتنفه تلك العملية العسكرية حال تنفيذها من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني. تحذيرات مصرية تتماشى مع أخرى لم تنقطع صادرة عن منظمات إغاثية وحقوقية بلغت في وصفها ما قد يحدث نتيجة اجتياح بري مرتقب لرفح بتفجر حمام دم. كم مرة هجر سكان غزة حتى وصلوا إلى مدينة رفح الحدودية ذات السياجات العالية المحكمة الأبواب؟ كم مجزرة أبصرها الغزي حتى وصل إلى مخيم برفح؟ لا تجلب خيامه البالية دفئاً لسكانها، لا تصمد أوتادها في وحل الشتاء. كم فرد فقدتهم الأسر الغزية منذ بداية الحرب الإسرائيلية حتى يعثروا على ملاذ في رفح؟ قيل لهم من الإسرائيليين أنفسهم إنه آمن. الأرقام مفزعة على كل المستويات، ويبقى ثمن الحرب الباهظ يتكبده المدنيون. هؤلاء الذين طاردتهم القذائف الإسرائيلية من بيوت ورثوها عن آبائهم، وآباؤهم ورثوها عن أجدادهم، حتى وصلوا إلى رفح منهكين، مدمرة أحلامهم، فاقدين أعزائهم، ليكابدوا واقعاً مراً كان بانتظارهم في رفح. فلا مأوى ولا زاد يسد رمق الصغار أو الكهول، فقط يتشبثون بما تبقى من صور الحياة، مترصون في أماكن لا تليق بالإنسان ولا تتسع لهم، وقد بلغ عددهم 1,500,000. اختناق فوق اختناق، وغصة تلو الأخرى تتملك اللاجئين في رفح. هؤلاء الذين علقوا آمالاً لا حصر لها على العودة إلى ديارهم وإن كانت مدمرة، حتى بدأت إسرائيل تلوح بهجومها على رفح. كارثة مكتملة الأركان بانتظار سكان رفح حالياً، فإسرائيل لا تردعها التحذيرات ولا الإدانات الدولية، ماضية في ارتكاب جرائمها، زاعمة أنها ستوفر ممراً آمناً للمدنيين، لكن ممر آمن إلى أين؟ وهي تدرك أن رفح آخر ملاذ للغزيين، وكم مرة وعدت تل أبيب بذلك، ثم نكثت وعودها.